سعدنا بحضور معالي وزير الثقافة في موريتانيا بتوقيع اتفاقية تجسد حقيقة العلاقة البينية بين منظمة اليونسكو واللجان الوطنية والدول الأعضاء. الاتفاقية بموجبها تقوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتسديد متأخرات الاشتراكات للأيسيسكو على أن تقوم منظمة أيسيسكو باستثمار حوالي أكثر من 70% من هذه الاستحقاقات في إطار مشاريع تنموية ثقافية في نواكشوط بما يخدم على الشراكة بين المنظمة وبين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. نأمل إن شاء الله خلال نواكشوط عصر الثقافة يكون هناك تعاون كبير جدا، هناك مشاريع، هناك برامج طموحة نعدها مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية واللجنة العليا لهذه الاحتفالية في موريتانيا، ونأمل إن شاء الله النجاح والتوفيق.